طبعا هناك يعني تقريبا مشكلة يشعر بها الجميع، وهي اختلاف العرب والمسلمين في حيرة وفي بغضاء وفي تضاد. والغريب أن جميع التخصصات فيها المهتدي وفيها من سواه، بمعنى أن تجد مثلا من الملحد إلى داعش هذا الخط الطويل، تجد في الملحدين من هو مع العنف ومع البغضاء وتجد فيه الإنسان، ونفس الشيء حتى في التكفيريين تجد فيهم أحيانا العاقل الهادئ ويرى أنه دين، أنه مضطر أن يكفر بهذا. هذا نتيجة ماذا؟ هذا التضاد وهذا نتيجة غياب الحوار عند المسلمين، غياب المناظرات العلمية، الحكومات كاتمة على الشعوب ما تتركهم يتفاهمون ولا يتحاورون. لماذا هذا ليس في الغرب؟ بمعنى لماذا عندنا مثلا قد تجد جارين أو ما أقول جارين، نقول قد تجد مذهبين عندنا أو أكثر من مذهب أو أكثر من تيار متضادين ممكن يتقاتلوا، فإذا ذهبوا إلى الغرب آمنوا بالسلمية، آمنوا بالتعايش، لأنه فيه الحوار متاح والجانب الجنائي غير متاح. فينقصنا عدة نواقص، منها الحوار والتعارف، منها وجود القوانين الضابطة. القوانين الضابطة عندنا المشكلة أنها تخضع للمذهبيات أو تخضع للفكر الغالب في أي بلد، إذا غلب فكر يشرع لنفسه ما يظلم به الفكر الآخر. فتناقض المسلمين من يعني في معظم البلدان أو ربما المسلمون بشكل عام يشعرون بخصومة دائمة، والمسؤولية تقع بالدرجة الأولى في ظني على الحكومات من حيث تيسيرها للأمور، للتفاهم، للحوار، تكثيف اللقاءات الاجتماعية، الحوارات الوطنية، التمثيل إن صح التعبير، التمثيل الشعبي والفكري، تؤنس ناسها. وينقص الشعوب المراجعة الجادة الصادقة المفترض أن يبدأون بالثوابت الدينية بحق وليس بالثوابت المذهبية. يعني أنا أستغرب من كثير من يرددون الثوابت هي ثوابت مذهبية، يعني الصدق أو هو ثابت عالمي، لماذا لا يصدق؟ فهذه بس يعني الفكرة العامة التي أجد أحيانا نوع من الإحباط عندما لا أرى منفذا، يعني عندما أرى العالم الإسلامي جميعا بمذاهبه بسياساته يسألون عن المنفذ، عن المخرج من هذا المأزق على المستوى الفكري، على المستوى المادي، والمخرج سهل جدا، هو في البساطة الأولى، في التعاليم الأولى. لماذا لا ينتبهون لهذه التعاليم؟ في سر، في إمساك شيطاني بالمسلمين. لماذا لا يصدقون؟ لماذا لا يلتقون؟ لماذا لا يرتبون المسائل ترتيب الله عز وجل وليس ترتيبهم هم؟ لماذا يعني من اتخذ إلهه هواه عنده ترتيب معين، واحد عنده مثلا قصة الصحابة، واحد عنده قصة الحكومة الإسلامية الخلافة، واحد ثاني قصة أهل البيت. يا أخي في أشياء فوق هذه الجميع، الصدق والعدل ومعرفة حقائق الأمور والبحث عنها، وتعال أنا مثلك إنسان لي عقل ولي قلب، تعال نتفاهم وننظر ونزور بعضنا، وليس بالضرورة أن نتفق اليوم، نبني لنا منهج كيف نعرف أن هذا الأمر عظمه الله، أن هذا الأمر هونه الله، تعال نعظم ما عظم، تعال نهون ما هون، تعال نهمل ما أهمل. ثم بعد ذلك ما عظمها الله ما هي البداية؟ موجود فقط المعرفة والاهتمام والأسئلة يقلل من التطرف والتباغض، مجرد أن يأتي حتى لو من ملحد إلى متطرف أليس إنسانين؟ طيب تعالوا عدوا أنفسكم عايشين في الغرب، يعني هل السكن في بلاد المسلمين صار مشكلة؟ لا بد أن أعادي وأن أعتدي. فهذه يعني الجرس هو بأيدي الحكومات أن تعين الشعوب هذه المسكينة، تعينها على أن تتعلم، تعينها على استعادة عقولها واستعادة قلوبها واستعادة ضمائرها. وهذا مهما تكلمت أنت وأنت فرد
أن تحاول أن تنصح، وما خلاص قد يصنفك الطرف الآخر وأنت تصنف وانتهينا. لابد من العودة للمعارف الأولى، لابد من كما قلنا من يعلق الجرس هي الحكومات، ليس تحميلا لها المسؤولية، لكن هي مطالبة الحاكم أو صاحب القرار هو مطالب أيضا أن يفهم، لعله ملبس عليه يد أن أحسن الظن كما هو ملبس على المتباغضين والمتحاربين، وهذه الدماء التي تسيل في العالم الإسلامي جميعا نحزن لها. أنا أحزن للداعشي، أحزن لرجل المرور، لرجل الشرطة، للسني، للشيعي، للدرزي، للعلوي، للصابئ، كل هؤلاء عندهم عوائل، كل هؤلاء يبغون يعيشون، كل هؤلاء يعني هذا التفكير الإنساني معدوم عندهم درجة يعني. وهذا في ظني بل في يقيني يعني هناك أسباب له، لكن نهمل الأسباب التي ذكرها الله. يعني تصور الآن لو تأتي عند السنة أو عند السلفية نقول السبب الشيعة وإيران، تأتي عند إيران وعند جماعتها الوهابية والسعودية هم السبب. يا أخوان ما فيه بينكم سبب أعلى ذكره الله؟ يعني ألم يقل الله ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ أليس الشيطان يريد شقاءنا؟ ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، جميلة كلمة السلم، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان له خطوات، ليس له خطوة واحدة، يأتيك بالمعرفة، يأتيك يبني لك أقوال، يجعلك تزكي نفسك بالكذب، تتهم الآخر بالكذب، بعيد عنه ما تلتقي معه، وتتراكم الأكاذيب إلى أن تصبح أحقادا ثم تتحول إلى سلوك. هل المسلمون مسلمون بجد؟ يعني هل يصدقون بأن الشيطان فعلا عدو بني آدم وبالتالي عدو سنة وشيعة ومعتزلة، أم أنهم يرون أنهم أعلم من الله؟ مع أن الله يقول والله أعلم بأعدائكم، يقول الشيطان لكم عدو. هذه المعاني نكررها ويستغربون منا بعض الطائفيين من طوائف شتى، يعني أنه طرحك ساذج والشيطان صغير عند آل فلان ولا عند المذهب الفلاني. ما هذا الكلام؟ الشيطان صغير عند من أنت حتى تقول الشيطان؟ الله يقول الله أعلم بأعدائكم، وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا لبني آدم جميعا. انتبه، اليهود والذين أشركوا أعداء المسلمين، لكن أعداء الجميع حتى الذين أشركوا واليهود الشيطان. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. فالسياق يدل على أن الشيطان يدفعنا للإجرام. امتازوا اخرجوا أيها المجرمون، كما في سورة ياسين. والله إنني أستغرب من وضوح الحل وسهولته وإعراض الناس عنه. ليس هناك أسهل من إنسان يتفاهم مع إنسان، وليس هناك أبعد من أن إنسان يتفاهم مع إنسان. شيء عجيب.